السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ازاي اقدر اخس بالرجيم الصح؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. عايزين نتكلم عن الطريقه الصحيحه اللي نقدر نعملها ونقدر نخس بيها وما نضرش جسمنا. اول حاجه، كل واحد فينا مختلف عن التاني تماما 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 في النشاط البدني، في الحركه، في الجيم. طيب رقم 2، نقدر نستفيد بحد اقصى جدا بالنسبه للتمارين بسبب نقصان الوزن، بس هنلعب بالماشين، يعني ندخل مع الكارديو بتاعنا حديد. رقم 3، استمر في الدايت اكتر وقت ممكن بنظام، يعني بدل ما كنت بعمل الدايت شهر او شهرين وارجع ابوظ الدنيا تاني، لا هنمشي ستيب باي ستيب. انا عايزكم تعملوا الدايت ده لمده 6 شهور متتاليه احسن من نعمل دايت قياسي لمده شهر او شهرين. نتيجه الست شهور هتبان علينا اكتر من نتيجه الشهرين اللي هننزل فيها وزن، بس هيبقى فيه ترهلات في جسمنا كلنا. خلي بالنا من نقطه الدايت دي عشان ناس كتير بتقابل مشاكل بسببها. طيب اول حاجه، ايه رايك يا كوتش في نظام الرجيم القاسي؟ ما برجحش اي نظام رجيم قاسي، ولا كيتو دايت، ولا اي اسم نظام اسمه رجيم قاسي. طب السبب؟ السبب اللي جسمنا محتاج عناصر فيتامين، عناصر اكل، عناصر غذائيه. لما بنحرم جسمنا في الفتره دي يبتدي البروتين بتاعنا يقل بالماسس من العضلات، واحنا محتاجين نسبه العضلات في الجسم عشان خاطر نسبه الدهون تقل. انما كل ما حد بيبقى عنده عضلات اكتر، كل ما حد بيبقى نسبه دهونه اكتر بالنسبه للرجاله، بالنسبه للسيدات اللي احنا محتاجينه عشان خاطر يقلل يعني نسبه الفاتس اللي في الجسم ويعلي معانا سرعه الحرق. انصح بايه او نقطه؟ انصح اول حاجه ان احنا الفطار بتاعنا يبقى بدري. طيب الفطار بتاعنا كتير وانظمه كتير، نختار ايه؟ نختار الوجبه اللي فيها بروتين وكارب ودهون صحيه، اللي هي بيض، فول، جبنه قريش. طيب كميات متوسطه. ليه بتكون متوسطه وليه ما بتديش كميه مناسبه او كميه مظبوطه؟ لان كل واحد فينا جسمه وحركته ووزنه مختلف عن التاني تماما، فاحنا نراعي بحاجه زي كده. الغدا تنصح بايه؟ كل عنصر فيه بروتين نباتي او حيواني نقدر ناكله واحنا في الغدا، زي فراخ، لحمه، سمك، زي كفته، زي قرنبيط، زي حاجات كتير نقدر ناكلها، بس بنسبه معقوله ومش مهوله. بس ناكل حاجه مشويه ونبعد عن الدهون الغير صحيه. العشاء، العشاء اساسي، لازم يبقى فيه كالسيوم، لازم يبقى فيه فيتامين. يبقى العشاء بتاعنا زبادي او جبنه قريش او بيضتين وجزر، حاجات سهله وبسيطه. كل اللي علينا ان احنا نمشي خطوه بخطوه ونعملها. بالنسبه للناس اللي بتفضل تدور على رجيم ورا التاني وده ورا ده ورا ده ورا ده ورا ده، موضوع سهل، كلنا نقدر نعمل الرجيم بتاعنا، بس محتاجين نفهم نعمله ازاي. انا وديتكم اساليب تقدروا تعملوها. ايه اللي بيعلي معانا الحرق يا كوتش؟ الشاي الاخضر، القهوه الخضراء، الميه. ايه اللي بيعلي معانا الحرق ده يا كوتش؟ ان احنا ننام 8 ساعات في اليوم. في ناس كتير بتعمل دايت وبتعمل تمارين وما بتحسش بالفرق، والسبب ايه؟ السبب قله الراحه او عدم النوم الكافي. كل جسم فينا محتاج ينام على الاقل 8 ساعات في اليوم عشان يقدر يفرز هرمون الجي اتش عشان يعلي معانا الحرق.
انا بكلمكم في نقط كتير عشان ناس كتير بتقع فيها ما بتعرفش السبب. صدقوني احنا كلنا نقدر نظبط حياتنا، بس اهم حاجه ناخد القرار ونستمر. احنا داخلين في الصيف فعايزين شكل جسمنا يبقى احسن، نستمر 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 هنوصل للافضل كده. طيب طب التمارين، انا كل يوم هنزل تمارين ان شاء الله على القناه بتاعتي، تابعوني واعملوا زيها، اوريكم تعملوا الصح الاداء الصح والاداء الغلط عشان ما ياثرش علينا على رجلينا او على ايدينا. بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل خشونه في ايديها او رجليها، نهتم بفيتامين الاوميجا 3 وناكل مرتين سمك في الاسبوع، وهنزل برضه تمارين بالنسبه للناس اللي عندها خشونه. طيب بالنسبه للناس اللي وزنها زايد 120 150 ما بتقدرش تعمل تمارين، تقدر تتمشى كل يوم على الاقل ساعه او نص ساعه خطوه بخطوه. النهارده نص ساعه، بكره ساعه ونص، بعده ساعه، لحد ما نقدر نوصل لان نقدر نعمل تمرين ونبتدي نعمل التمارين. ممكن نعمل تمارين واحنا قاعدين زي البايسبس زي التروي، اوكي، زي ننزل كده في الجزء الاسفل، كل ده هيبقى في حلقات جايه قويه جدا. كل اللي عليكم ان انتوا تشجعوني وتشجعوا نفسكم عشان تتغيروا ونوصل للاحسن ان شاء الله ونتغير. استنوني ان شاء الله في حلقات ثانيه كتير، وانتوا ايه؟ وانتوا قد التحدي. السلام عليكم.